كيف نتخلص من السحر المأكول؟ هناك وصفات وضعها إخوة رقاء بارك الله فيهم واجتهدوا فيها، تستطيعون الرجوع إليها. هناك وصفات وضعتها مجموعة المتخصص، موجودة على صفحة المتخصص وعلى صفحة الشخصية، كالحالقة للأسحار العالقة والمدمرة للأسحار المعمرة وغيرها من الخلطات. هذه خلطات، ولكن هناك أمر بارك الله فيكم، انتبهوا للأعشاب المسمومة، الترياق، حبة الملوك، ما أعرف فيه، نحن نقول الحرقوس، المرجال الأحمر. هناك وصفات يضعون إخوان الرقاق، هذه مهيجة، دم الأخوين لا يزخر، نعم دم الأخوين مع المرجال الأحمر، هذه يا إخوان يراهي خطيرة، خطيرة جدا. هم يعتقدون أن بهذه الطريقة تستطيع أن تخرج ما في بطنك. يا أخي الكريم، يا أخي الحبيب، يا حبيبنا، الله يجزاك خير، هناك أسحار أثيرية لا يخرجها دم الأخوين، ولا تخرجها أم الأخوين ولا أبو الأخوين، تخرجها أمور وردت في السنة. أثبت السدر أنه له القدرة على إبطال الأسحار المادية والأثيرية. أثبت زيت الزيتون له القدرة على إبطال الأسحار الأثيرية والمادية. أثبت بما لا يدع مجال للشك أن الملح، وأن حبة البركة، وأن السنمكي، وأن يعني كل الأمور التي، نعم كل الأمور التي وردت في السنة سبحان الله أثبتت أنها تستطيع. أقول لك لا تجعلك تتقيأ، نحن لا نريدك أن تتقيأ، الله يجزاك خير، مش هنا الفكرة، ليس هنا الفكرة، الفكرة أريدك أن تبطل سحرك. أنا ما نبيكش أنك تشرب إسهال، يا أخي الكريم أنا كان نبيك تسهل، ما نذهب للصيدلية ونأتي بمسهل كيميائي وانتهت القصة. لا، أنا أريد أن أبطل سحرك سواء خرج ولا بخرج، حتى وإن أبطل سحرك وبقى في معدتك سيخرج مع مرور الوقت. فهذه الفكرة، وننتبه لهذا الأمر، وبارك الله فيكم وعليكم. نعم. Just the one, the one, the one, the one, the one.